إذا كنت إذا من كنت من المتابعين المتابعين الجدد، الجدد، اشترك اشترك الآن في الآن القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. حبايبي تعالوا نبدأ بداية لكل الدروس اللي جاية لغاية آخر الترم. لازم تعرف تميز، لازم تعرف تفرق. What is the difference between like term and like term؟ علشان أقول كلمة like term لازم أعمل verve لتو كونديشن، لازم يبقى عندي حاجتين موجودين. أول حاجة يبقى same variable. طب يا مستر كلمنا بالبلدي same letter، كلمنا بالبلدي اكتر، يعني لو ده اكس يبقى التاني اكس، لو ده اكس باور 2 يبقى ده زيه، لو ده 3 يبقى ده زيه. استنى بقى، يعني يبقى same variable اكس اكس، وفي نفس الوقت يبقى same باور، باور اللي هي الديجري. لو واحدة من دول موجودة والتانية مش موجودة الله يكتر، مش فاهم. ادي اكس وادي اكس زي بعض؟ والله. لكن لو حطيت هنا 2 اقول له لا ده كده بقى الله. يبقى احنا بنقول لازم افهم النهاردة الفرق بين الله يكتر والله يكتر. بص يا مستر هقولها لك بشكل بلدي، انا معايا دول تو بنز صح؟ اقول له لا ده سموه بن وده بنسل، ده قلم ازرق او قلم جاف وده قلم رصاص، هل دول زي بعض؟ لا. لكن لما ابص لدول هل دول زي بعض؟ كلمه زي بعض في كل حاجه، ده مش كده وبس، ده ازرق وده ازرق، وده قلم سبوره وده قلم سبوره، لو ده قلم مش سبوره وزيه يبقى برضه ما ينفعش. فانا عشان اقول لايك تيرم تقول لي لازم اشوف حاجتين، الفاريبل الليتر وكمان الباور بتاعه. طلعوا كده انتوا زي بعض، يبقى انتوا مش هنقول بقى زي بعض. طب تعالى نهزر، لو حطيت هنا 2 ما حطيتش يبقى ازعل منك ليه؟ انا ما قلتلكش اي حاجه عن نمبر، انا كلمتك على الليتر وكلمتك على الباور. شفت بقى؟ خد دي كمان اكس واي وحط لي هنا واي اكس. استنى يا عم استعجلش يا عم، لحظه دي اكس، طب ده عنده اكس زيها بالظبط. دي واي، في واي دي جت قبل دي، دي جت بعد دي، بس مفيش بينهم لا بلس ولا ماينس، يبقى دول لايك تير. طب بص معايا دي اكس، دي اكس بار 2، استنى دي اكس ودي اكس، استنى سيم فاريبل، ايوه طب سيم بار؟ لا يبقى انتوا في عيله الله. طب بص دي ادي اكس واي وادي اكس بس واي بار 2 ليه؟ يا عم ما دي اكس واكس وواي وواي بس مش سيم بار دي. شكرا، هنا واي لكن دي معاها 2، ده الفرق بين لايك تيرم واللايك تيرم. طب هو انا ده محتاجه في ايه؟ هتحتاجه حبيبي بعد كده بقى اهو في الادنج، ازاي اعمل بلس؟ سبتراكت، ازاي اعمل ماينس؟ محتاجه هعمل تايمز، محتاجه هعمل ديفايد، محتاجه في حاجه اسمها اتش سي اف. كل الدروس اللي باقيه عليك لغايه ما تخلص الترم ده اصلها، فلازم تبقى فاهم، مش يلا هلا هطة يلا يا هلا هطة. طيب يا مستر انت قعدت تقول تيرم ولايك تيرم واللايك تيرم، استفيد منهم ايه؟ استفيد ان انا لو جيت اديتك حاجه زي كده، ده انا هنا انا معاك راجل طيب، اديتك تو تيرمز بس، انا ممكن ادي لك 6 وممكن ادي لك 9، ما نخافش وما نتخضش. عارف ليه؟ لان انا هلم، هعمل كوليكت،
هجمع الرايت تيرم، هنمشي واحده واحده. اول هان 2x بلس 3x، لما يجي لك حاجه زي كده تسال نفسك دون لايك تيرم ولا ان لايك؟ ان لايك طيب كاني ما سمعتش. يا مستر ده اكس وده اكس، اه يعني انا ماليش دعوه بالكوفيشن. لا ادي اول حاجه، لما يبقوا لايك تيرم تيجي عند الراجل ده وتقوله فلوس يعني 2 باوند، قولوا بالمصري بالعربي 2 جنيه بلس 3 جنيه كام؟ 5 جنيه. يبقى ادي الفايف والراجل ده اسمه باوند، اروح منزل الاكس تاني. اول حاجه دول لايك تيرم، اتاكدت؟ اه. مش هلعب مع الاكس، انا هلعب مع الكوفيشن بس، بدليل ان انا جيت قلت لك اهو 2 جنيه زائد 3 جنيه قلت لي ايه؟ 5 جنيه. يعني يا مستر ما ينفعش اقول 5 اكس باور 2؟ لا طبعا، العمله بتاعتي باوند تنزل باوند، العمله اكس تنزل اكس، العمله واي تنزل واي. نقول تاني؟ لا نقول تاني. بص معايا، الراجل ده مديني 2 تيرمز، اسال نفسي انتو لايك ولا ان لايك؟ لايك. عرفت منين؟ اصل انا ماليش دعوه بالفايف ولا التو، انا ليا دعوه بالسيمبل بالفاريبل، انت واي وانا واي، احنا زي بعض، عشان ما اغلطش احولها فلوس، فيبقى 5 ماينس صرفت منها يبقى ايه بقى؟ 3 واي ولا 3 واي 2؟ اصل يا مستر الليتر ما بغيرهوش حبايبي. طب بص كده، طب ما تيجي نقول بطريقه ثانيه، يا مستر انا قلت بالفلوس في الفصل هيضحكوا عليا. يا عم مش هخليهم يضحكوا عليك، بص على الفاريبل، هل دول لايك؟ حلو، خده بره. يبقى لو كان ايه اخد ايه، لو كان بي اخد بي، خدنا الفاريبل. بص بقى، اخد الكوفيشن بالساين بتاعته، ده نيجاتيف وده لا اهو باخده بالساين بتاعته. طب وبعد كده الاثنين دول في الكالكوليتور. طب يا مستر افرض كانوا 4 ترم ولا 5 ترمز؟ بص حبيبي اقدر اعمل كده، انا خدت الاي اكتب هنا نيجاتيف 2 ماينس 3 ودول ادخلهم في الكالكوليتور واللي واقفه مستنيه هي الليتر اي. نقول تاني بالراحه، لو لقينا نيجاتيف ما نتخضش، ما نقولش احنا هنعمل بلس ولا ماينس، مالكش دعوه، انت هنا ليتر اي وليتر اي، خد الليتر اي. اللي اتبقى لي النمبرز كل واحد بالساين بتاعته، اروح جاي دول ادخلهم في الخلاط، الانسر اللي تطلع انا هكتبها. ادي طريقه ازاي اشتغل، ما اقعدش ارهق نفسي هعمل بلس هعمل ماينس، مالكش دعوه. بص تاني للفكره عشان هكبر المساله. تعالوا كده مع بعض نكبر شويه، احنا كنا بناخد 2 ترمز، خليت لك مور ترمز، انت بتقول لي فايند ذا ريزلت او بتقول لي ريديوس او بتقول لي سمبليفاي. من الاخر يا مستر اعمل ايه؟ دور على اللايك تيرم. تعال ندور مع بعض، ده اسمه ايه؟ مالكش دعوه بالنمبر، كوفيشن ما تلعبش معايا. هل ده زيه؟ لا. يبقى ده ما يلعبش معايا. نمشي شويه، لا ينفع عشان ايه؟ يبقى ده ايه وده ايه، ملناش دعوه بالكوفيشن، ملناش دعوه ده بوزيتيف ولا نيجاتيف، يبقى ده يلعب مع اخوه. هل ده ينفع يلعب معاهم؟ لا. طب اروح للي بعده. فانا لقيت 3 لايك تيرم، هاتهم حطهم جنب بعض، يبقى انا هاخد 2 ايه. شايف ده؟ اوعى تنسى انه نيجاتيف وده كمان. يبقى انا جمعت عملت كولكت
لللايك تيرم جنب بعض. طب يا مستر انا مش فاضي اتعب. حاضر، هعمل براكت واحط الاي بره، يعني هاخد دي ودي ودي، فحطيت اندرلاين. هاخد الكوفيشن بتاع ده 2 وده 5، طب وده نيجاتيف 1، معهوش لا معاه 1، وسبت الاي بره. مين اللي باقي لي؟ النمبر والنمبر اللي احنا قلنا عليه الابسوليوت، هاخدهم اكتبهم جنب بعض اهو، ده بوزيتيف اهو وده نيجاتيف. بعد كده الاثنين دول ادخلهم في الخلاط، تطلع زي ما تطلع بس كل واحد بالساين اهي. اجي دول برضو في الخلاط، يبقى انا فكره اللايك تيرم ان انت بس تعرف مين هما، تكتبهم جنب بعض، تاخد بالك البوزيتيف بوزيتيف والنيجاتيف نيجاتيف. كل اللي بلعب معاه بلعب مع الكوفيشن بس يا مستر، ما لعبش مع الفاريبل ده ايه وده ايه وده ايه يفضلوا ايه. ادي فكره المساله، دول نيجاتيف 6 يبقى هيبقوا نيجاتيف 4 a بلس 3. نيجي اخر حاجه بنغلط فيها، هل دول ادخلهم في الخلاط؟ لا لا لا. ليه يا حبيبي؟ عشان دول ان لايك تيرم، تخلص مسالتك وتسيبها. ادي حبيبي طريقه الحل، عملت كولكت كتبتهم جنب بعض، الفاريبل جنب بعض، الابسوليوت او النمبر جنب بعض، واحده واحده خدت الكوفيشن مع بعض، ماليش دعوه بالفاريبل، دول دخلتهم في الخلاط، بعد كده دول دخلتهم تاني في الخلاط، وصلنا ده ايه ده ما معهوش ايه unlike term، لا اعمل لا بلس ولا ماينس. هي دي حبيبي طريقه الحل في الدروس اللي جايه، اد وكمان سبتراكت. حبايبي الراجل الجميل ده اداني مور تيرمز، عايز اعمل سمبليفاي، عايز فايند ذا ريزلت، عايز اعمل ريديوس. لعبك اسمه بدور على اللايك تيرم. واحده واحده يا مستر، انت اسمك ايه؟ يقول انا اسمي واي، لا ليا دعوه بالكوفيشن ولا بالساين بوزيتيف او نيجاتيف، امشي وادور على الواي اللي زيه اهو، دور تاني، خدهم خليهم جنب بعض، وانت بتنقلهم جنب بعض الراجل ده نيجاتيف، الراجل ده نيجاتيف، ما بغيرش. تعالى بعد كده عندي فاريبل اكس، وادي اكس وادي اكس، حضرتك معاك قلم بنسل وتعمل زي ما بعمل كده. تعالى هاخد دي، اوعى تنسى ان انت نيجاتيف اهي، وانت كمان، وانت بوزيتيف اهو. يبقى كل اللي عملته ان كاني بعمل اوردر، بعمل ترتيب، الواي جنب الواي، الاكس جنب الاكس، من غير ما اغير الساين. اخر حاجه انا معايا دول كلهم واي، اخد واحده واعمل برانثيز اكتب جواها الكوفيشن 2 وانت نيجاتيف 7 وانت نيجاتيف 1، اروح اعمل زيه للواي للاكس بس احط بلس، بعد كده مش مهم، ادي اكس واخد براكت برانثيز اهو، هاخد نيجاتيف 3، هاخد نيجاتيف 5، هاخد 1. يبقى اللي ما معهوش كوفيشن لا معاك 1. يبقى دي جمعت الواي، جمعت الاكس، خدت الكوفيشن بتاع الواي، خدت الكوفيشن بتاع الاكس. اخر حاجه هنزل الواي، لكن دول فين؟ هنزل الاكس، لكن دول بس، ما عنديش اي مشكله، بس لازم اعمل ستيبس، ولما بمشي واحده واحده انت عمرك ما تغلط. فهنا ده وده وده انا ما بعرفش، ما قلتلكش اعرف. نيجاتيف 6 مين اللي هيجيبها؟ خلط. تعالى هنا برضه ما قلتلكش اعرف، انا معايا جيل اسمه جيل التكاوي، خلاص مش ارهق نفسي واقول له لازم تعرف البوزيتيف والنيجاتيف. فده ادي نيجاتيف 7،
دي ما نزلتش، دي ان شاء الله ما نزلت. انا مالي، انا بفصل بين الاكس والواي، الاول بلس لكن بعد كده الكالكوليتر هو اللي يجيب لك الساين. نيجي بقى نسال، هل دول نلعب معاهم؟ لا. لا ليه؟ عشان لايك تيرم وتخلص مسالتي، وده اللي حضرتك لازم تقول.